طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع يمن مونيتور، بعد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب مختطفون في سجون الحوثي يواجهون عقوبة الإعدام. ومن الموقع بوست، في أكبر حدث فني على الساحة اليمنية، أوركسترا حضرمية تعزف الحب والسلام في ماليزيا. وفي الأخبار المنوعة، الشرق الأوسط تتساءل، هل هناك تغييرات تطرأ على جسم الإنسان عند مغادرته موطنها الأرض إلى الفضاء؟ أهلا بكم. الاشتباكات التي يسمعها الأهالي في عدن منذ الخميس الماضي اتضح سببها وفقا لموقع صحونت، حيث أنها كانت من أجل الأرض. وعنوان الموقع: عدن، قوات أمنية تستعيد أراضي في محمية الحسوة والمنطقة الحرة بعد محاولة نافذين البسط عليها. قالت مصادر محلية لصحونت إن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين مجهولين وقوات أمنية أثناء محاولتها طرد جرافات تابعة لمسلحين بعد محاولتهم البسط على محمية الحسوة ومساحة من المنطقة الحرة. وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من طرد المسلحين واستعادة الأراضي في محمية الحسوة ومساحة من المنطقة الحرة غرب العاصمة المؤقتة عدن. وكانت محافظة عدن قد شهدت موجة من البسط العشوائي منذ ثلاث سنوات في مختلف مديريات المحافظة، التي طالت الأحواش والأراضي والمقابر والمتنفسات والجبال، كما هو الحال في كريتر وجبل حديد وساحل كريتر ومقبرة الدكية بالمعلى والتواهي وخور مكسر. لم تكتفي جماعة الحوثي بسلبهم حريتهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب، لكنها تستعد للحكم عليهم بالإعدام، حيث تعتزم الجماعة بحسب موقع يمن مونيتور النطق بالحكم فيما يعرف بقضية 36 معتقلا نصر السلامي وآخرين وسط مخاوف من صدور أحكام قاسية قد تصل إلى الإعدام. المحكمة الجزائية في صنعاء تتهم المختطفين الذين تتراوح فترات اعتقالهم بين سنتين وأربع سنوات بمساندة العدوان والخيانة والتجسس. ويضيف الموقع أنه خلال فترة الاعتقال نكلت الجماعة بالمختطفين وتعرضوا خلالها للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بضلوعهم في معاونة التحالف. أما ردود الأفعال لهذا التطور الخطير فجاء أولا وكما هي العادة من رابطة أمهات المختطفين، التي أطلقت نداء استغاثة للمبعوث الأممي مارتن جريفيث للضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الإجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد المختطفين 36 والذين شملهم اتفاق السويد المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين. أما منظمة سامي للحقوق والحريات فقد اتهمت المحكمة التابعة للحوثيين بانتهاك كافة إجراءات العدالة بصورة سافرة ومتعمدة، حين حرمت المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي. عفاف التي خسرت قدما وعالما، تحت هذا العنوان كتب جمال حسن مقاله الذي تنشره بلقيس وجاء فيه: قبل أكثر من عام خرجت عفاف محمد أحمد مقبل وابنة عمها لجلب الماء من الخزان المجاور لبيتهم. لم تتخيل أبداً أنها ستسير للمرة الأخيرة بقدمها اليسرى. كان أمامها فرصة لتنقذ نفسها لولا أنها أرادت إنقاذ ابنة عمها التي انفجر بها لغم زرعه الحوثيون. لطالما رفض أهالي قرية تبت الصالحية في الشقب إحدى عزل جبل صبر بمحافظة تعز النزوح من بيوتهم، عدا أن الحوثيين زرعوا الألغام جوار البيوت وفي الحقول لتنعدم الحياة هناك. وحين نزحت عفاف وابنة عمها دليلة كانتا محمولتين بعد أن جردتهما الألغام قدميهما. توقف قائد الدراجة النارية في طريق الوعر، فقبل أمتار من انحدارها يتشكل حد بين الحياة والموت فرضته الحرب. هناك يلتصق سلاح أعلى الطابق الثاني لبيت عند نقطة تتوقف فيها حركة السير على المواصلة، ويبدأ القناصة الحوثيون بالقتل. ظهرت عفاف بخطواتها شبه العرجاء معتمدة على قدم اصطناعية
لعلها بتلك الصورة وجدت مواساة لقدرها التراجيدي. لقد انتهت حياتي، قالت بابتسامة حزينة وأثر الشظايا على وجهها كالنمش، غير أنها استدركت مشيرة للقدم الاصطناعية، فبعد إحساس فظيع بالعجز صار بمقدورها المشي والخروج. تتشكل حياة عفاف من سلسلة متتابعة من المآسي. في عام 2015 سافر زوجها من أجل العمل خارج البلاد، ومنذ ذلك الوقت لم يسمعوا عنه شيئا، ربما مات، قالت. بعدها خسرت أباها في عام 2016، قتله قناص حوثي، ولم تمر 3 أشهر ليصيب قناص عمها إصابة بالغة. ومنذ يونيو 2017 تعيش عفاف كواحدة من ضحايا الحرب. لم تكن عفاف وقريبتها الضحيتين الوحيدتين لانفجار الألغام، غير أن الجزء الأكثر قسوة كما روت عفاف، عندما أصيبتا وبعد الانفجارين تعالت أصوات المسلحين الحوثيين المتمركزين قرب القرية بالضحك كما لو أنهم مستمتعون بمأساتهما، كانوا يضحكون علينا، أضافت بمرارة. الرئيس هادي ونائبه علي محسن، وبحسب موقع المصدر أونلاين، يعودان إلى مقر إقامتهما في العاصمة السعودية الرياض بعد مشاركتهما في جلسة افتتاح انعقاد دورة غير اعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئة. وفي كلمة بجلسة الافتتاح للدورة غير الاعتيادية، اعتبر الرئيس هادي استعادة اليمنيين لمؤسستهم التشريعية ليس سوى محطة من محطات النضال الذي يخوضه الشعب اليمني ضد جماعة دمرت الدولة وأنهت كل مؤسساتها. وأكد الرئيس أن أهم دلالة من دلالات انعقاد مجلس النواب في هذا اليوم المجيد هي توحيد كافة اليمنيين بكل أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية وفي مواجهة هذا المشروع المدمر. بينما كانت الأنظار متجهة صوب سيئون مع انعقاد مجلس النواب لأول مرة منذ 4 سنوات باكتمال النصاب القانوني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، اللجنة العليا للانتخابات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وبحسب موقع المشاهد، أجرت الانتخابات النيابية التكميلية في 24 دائرة نيابية شاغرة تضم 453 مركزا انتخابيا في صنعاء وتسع محافظات أخرى من أصل 34 دائرة انتخابية في 15 محافظة يمنية. ومنذ الساعات الأولى بحسب الموقع، بدأ عدد من المواطنين في الدائرة 17 بالعاصمة صنعاء بالتوافد لاختيار مرشحهم لعضوية مجلس النواب الذي كان شاغرا منذ وفاة النائب محمد عبد الله القاضي في يناير 2015. ويتنافس في الدائرة 17 بأمانة العاصمة صنعاء 4 مرشحين لملء المقعد الشاغر في البرلمان، ويبلغ عدد قوائم المسجلين في هذه الدائرة 55,000 شخص موزعين على 10 مراكز في مديرية الثورة. الجيوش والشعوب، نيوب الليث وابتسامته. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها عن ما تشهده الساحة العربية اليوم، وقالت في جزء من الافتتاحية: حفلت الأسابيع والأيام القليلة الماضية بأخبار تعيد التذكير بالدور الوازن الذي لعبته الجيوش العربية منذ فترة ما بعد استقلال الدول العربية في التحكم بمصائر الدول، وحفظ الناس مسلسل قيامهم باحتلال الإذاعة والتلفزيون ليذيعوا بيانهم رقم 1 على خلفية من المرشاة العسكرية، ثم تعليق الدساتير وحظر الأحزاب، ويوقف العمل بالبرلمان والانتخابات وفرض الأحكام العرفية، ثم تسمية ما يقومون به من انقلابات ثورات شعبية. تغير الأمر بعد ثورات الربيع العربي، فشهدنا ثورات شعبية حقيقية على الجيوش وحاكميها، وراقبنا الحالة الفريدة لسوريا التي يطبق النظام فيها على الجيش ويقود أشخاص من العائلة الحاكمة والأقارب فرقا عسكرية منه، ورغم ممارساته الوحشية ضد الناس الذين يفترض أن يحميهم، فقد اهتز النظام وشارف على السقوط أكثر من مرة، فكان أن استدعى تدخلا خارجيا أدى لاحتلال إيراني وروسي لبلاده.
شهدنا أيضا الحالة الليبية التي تماسك فيها الجيش أيضا وكان على أهبة القيام بفظائع أيضا، لكن المنظومة الدولية تدخلت جويا فساقط النظام نظريا، لكنه عاود لاحقا تجميع صفوفه تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر الصديق اللدود لمعمر القذافي الذي يكمل حاليا الحرب التي بدأها زعيم ليبيا السابق ليقوم بدفن أخير لنتائج الثورة. أما في الحالة المصرية فقد قام الجيش بحالة كمون وتراجع إثر الثورة التي أسقطت رئيسه حسني مبارك، وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي بدأت المؤسسة العسكرية تتآمر بشكل مفضوح على الحكومة والرئيس المنتخبين، واجتمع تخاذل النخب السياسية مع الاستثمار المالي لدول عربية مضادة للثورات لينهي تجربة من أهم التجارب السياسية العربية بمجزرة دموية بشعة في ميداني رابعة والنهضة. لكن ما حصل في الجزائر والسودان في الشهور القليلة الماضية كان مفاجأة كبيرة للجيوش وكذلك للشعوب نفسها التي اكتشفت من جديد قدراتها على صنع الأحداث وفرض التغيير الحقيقي وليس المزاعم الكاذبة التي يكررها العسكريون منذ قرابة 70 عاما. في أكبر حدث فني على الساحة الفنية اليمنية، لكن ليس في الأراضي اليمنية بل في ماليزيا، محمد سالم القحوم يخرج للنور عملا فنيا أخذ عقول وقلوب الجميع في اليمن وخارجها حين شهدت قاعة قصر الثقافة أستانا بودايا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ما ذكر الموقع بوست أو كما ذكر الموقع، حفلا فنيا وموسيقيا كبيرا ضم 6 مقطوعات موسيقية مستوحاة من الفن اليمني بلونه الحضرمي الذي رعته كل من وزارة الثقافة والسياحة والفنون الماليزية والسفارة اليمنية. مقطوعات موسيقية 6 عزفت من قبل مجموعة من الموسيقيين اليمنيين بالاشتراك مع فرقة أوركسترا تراثية من ماليزيا واليابان وعدد من الجنسيات الآسيوية، حيث بلغ عددهم 90 عازفا بقيادة الموسيقار محمد القحوم الذي قام بإعادة تأليف المقطوعات الموسيقية وتوزيعها في قالب أوكسترالي عالمي. وتضمنت المقطوعات مقطوعة مدروف الأصالة ومزمار الهبيش ولوحة الحرب والسلام العدة والهداني الوداع المفرح ومقطوعة الحيرة وصبوحة. أما عن تسمية المقطوعة الأخيرة بصبوحة فيعود إلى أغنية شهيرة تؤدى فيها الرقصات ذات الطابع الفرائحي، وقد أخذ المؤلف هذه الجملة اللحنية الحضرمية الشهيرة ووضعها بقالب موسيقي أوركسترالي. الاحتفالية كانت بعنوان الموسيقى الحضرمية أمل من عمق الألم، استطاع فيها فريق العمل تجاوز التحديات والصعوبات التي تمر بها اليمن وتوصيل رسالة للعالم بأن اليمن ومحافظة حضرموت هي موطن السلام والتعايش والفن. وشهدت القاعة حضورا كبيرا على رأسهم فايز الدين بوترا ابن نجل جلال أو ابن نجل جلالة سراج الدين جمال الليل ولي عهد بيرلس وعدد من الوزراء والسفراء ورجال السياسة والاقتصاد والفن والإعلام، بالإضافة إلى حجم من أبناء الجالية من رجال الأعمال والأكاديميين والطلاب اليمنيين الدارسين في ماليزيا. في أكبر إنجاز للبشرية في العصر الحديث وهو تصوير الثقب الأسود ضجت الصحف العالمية بتصريحات ومعلومات عن صاحبة الفضل بذلك، وهي كما أورد موقع شبكة البي بي سي عالمة الكمبيوتر كاتي بومان التي أسهمت في تطوير نظرية أدت إلى التقاط أول صورة فوتوغرافية لثقب كوني أسود. ورأست كاتي بومان فريقا طور برنامجا جعل من الممكن إنتاج هذه الصور الفريدة أو الصورة الفريدة من نوعها. الصورة المثيرة تظهر هالة من الغبار والغاز على مسافة 500 تريليون كيلومتر من كوكبنا ونشرت الأربعاء. أما بالنسبة للدكتورة باومان فقد كان نشر الصورة تتويجا لجهد كان يعتقد أنه مستحيل التحقق، وصورت الدكتورة باومان وهي تستعد لتلك اللحظة التاريخية وتحمل الصورة في حسابها الشخصي. بومان قالت لإذاعة بي بي سي الخامسة عندما رأينا الصورة للمرة الأولى كنا مشدوهين أو مشدودين أو مندهشين، فقد كانت رائعة فعلا، حالفنا الحظ فيما يخص الطقس بل كنا محظوظين في عدة جوانب. وبعد ساعات فقط من نشر الصورة تحولت الدكتورة بومان إلى ظاهرة عالمية وانتشر اسمها في موقع تويتر انتشار النار في الهشيم.
هل هناك تغييرات يمكن أن تطرأ على جسم الإنسان في حالة مغادرته موطنه الأرض إلى الفضاء؟ دراسة تناولت حياة رائدي فضاء توأمين حلت هذا التساؤل وقالت إن بعض التغييرات التي طرأت على جسم أحد التوأمين عادت إلى طبيعتها من جديد عند عودته إلى كوكب الأرض، إلا أن هناك تغييرات أخرى لا تزال ترافقه. وفي بحث نشر يوم الخميس قارن العلماء بين سكوت كيلي وتوأمه المتطابق مارك كيلي بعد أن أمضى سكوت 340 يوما في محطة الفضاء الدولية بينما ظل مارك على الأرض. وأفاد العلماء بأنه خلال رحلة سكوت كيلي إلى الفضاء زادت سماكة الشريان السباتي وشبكية العين وفقد وزنه، كما تعرضت ميكروبات الأمعاء الخاصة به لكثير من التغيرات وانخفضت لديه القدرات الإدراكية. كما أكدوا أنه تعرض أيضا لتلف بالحمض النووي وبعض التغييرات في التعبير الجيني. أما سكوت فقال للصحفيين إن العودة أسوأ بكثير من التكيف مع الاستيقاظ هناك، شعرت كأنني أصبت بالإنفلونزا بعد الأيام القليلة الأولى من عودتي وبالتعب الشديد لفترة طويلة من الوقت. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تلغراف التي نشرت صورا طريفة من مختلف أنحاء العالم، نتابع. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسامي الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.